ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين يا رب، وينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. نحن هون في حي برزة الدمشقي شكلنا كادر يسمى فريق بلدي، عملناه بساحه مغلقه بعيد عن السيارات وبعيد عن المشاكل وبعيد عن كل شيء. شوفت عينكم هالاطفال والاهالي عم يجيبوا اولادهم لهون، والحمد لله الفضل لله كل شيء متواجد، الاطفال مبسوطه وما في احلى من هيك. وهدفنا الاول والاخير نرسم البسمه على وجوه الاطفال. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير جميعا. نحن في حي برزة الدمشقي منهن الشعب السوري جميعا بعيد الفطر السعيد، ونحن مثل ما شايفين هون عاملين عيد تحت مسمى فريق بلدي لنرسم البصمه على وجوه الاطفال اللي صار لهم شيء 5 سنين من بدايه الثوره ما شافوا شيء اسمه فرحه ولا شافوا شيء اسمه سعاده. وبحب اقدم لكم اغنيه، هي مو اغنيه، موال. الياه البرزية شجعان بالوادي، وان حاربوكم بيت الاسد لا تقبلوه، وان حاربوكم زيدوا النار بوادي. ان شاء الله كل عام وانتم بخير جميعا. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم الصحة والسلامة. هي شو جاي تساوي هون؟ جاي نعيد، ما بدنا لا قصف ولا شيء، على كل ابناء سوريا. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله كل عام تكون فرحان. شو عم تساوي هون؟ عم بلعب. مبسوط ولا مولك مبسوط؟ والله مبسوط. يلا كمان كل عام وانتم بخير. شكل الميكروفون احملك. حلو العيد البرزة؟ ايه عم عيد مبسوط كثير. شلون هذا؟ مليون باي مليون باي.